لا شوف، انا عايزك تشوف مجموعه من اللقاءات مع الحاضرين على هامش المؤتمر الصحفي اللي عقد امبارح، وكان بيتكلم فيه سيد عمرو الفقي العضو المنتدب للشركه المتحده، وشوف بقى الحاضرين واللقاءات اللي اتعملت مع الحاضرين. اسمع كده وشن في اذانك زي ما بيتقال، وافتخر بهذا البلد وبهذه المدينه العالميه. العالم ايه؟ عالمين. ادخل شوف. المشاركة في الدورة الأولى لمهرجان العالمين بالنسبة لنا حلم بدأ يتحقق، لأن احنا مشاركتنا في العالمين الجديدة بدأت من سنين مع بداية الدولة وتطوير العالمين الجديدة، ومع بدايات الترويج ليها كانت سيتي ادج موجودة، فلا يمكن ان احنا يعني نغفل دور مهرجان زي كده. هيكون الأنشطة فيه متنوعة ما بين عروض أزياء وما بين عروض فنية وثقافية وحفلات. أنا النهاردة شايف إنها احتفالية بالمدينة الجميلة اللي احنا فيها دلوقتي، بنشهد فيها تطور كبير جدا، بنشهد فيها حالة من حالات الـ يعني التمتع بما تقوم به الدولة من تطوير لمنشآتها وللمدن اللي محتاجة ان احنا نبدأ نبص لها بشكل كبير ونبدأ نقدم فيها خدماتنا بشكل متطور. احنا تحت مظلة مهرجان العالمين الترفيهي السنة دي عاملين ان شاء الله نورث سكوير هيستضيف ثلاث فعاليات مهمة جدا، الكوست الكورة اللي هي كورة الشاطئية اللي هو التحدي جيل الذهبي مع بعضه، هيبقى في على مدار ثلاث ايام الخميس والجمعة والسبت الجايين، وبعد بعد كده عندنا الانترناشنال فاشن شو بتاع مايكل سينكو، هيبقى اول مره يجي مصر ويعمل انترناشنال فاشن شو هنا في البلازا اللي حضرتك شايفها دي. الفكره جات لنا ان احنا طبقا للاستراتيجيه اللي اتبعها مهرجان العالمين، انه يكون الاحداث منظمه في كل اماكن المدينه العالميه، ما فيش مكان في العالميه ما بقاش في حدث رياضي. فاحنا كان عندنا فكره لتنظيم بطوله الكره الطايره الشاطئيه العالميه لاول مره في مصر، فكانت فرصه كبيره ان احنا نبقى موجودين تحت مظله مهرجان العالمين. كان شوط كبير جدا في الملف مع الاتحاد الدولي. العالمين تبقى في مكانها الحقيقي، في العالمين توصل انها تبقى موجوده على خريطه المهرجانات في المكانة الحقيقية اللي تستحقها اللي هي الريادة.